عارف في قانون اسمه قانون النجاح. قانون النجاح بيقول لك النجاح قد يؤدي الى نجاح اخر، صح ولا لا؟ مظبوط. والنجاح قد يؤدي الى الفشل، هذا ممكن يتغير، مظبوط ولا لا؟ يتغير او يتغر او الاحداث تتغير، ولكن الفشل ضروري للنجاح المتزن. فلولا وجود الفشل ليه ما كان للنجاح قيمه؟ لولا وجود الفشل ليه ما كان للنجاح قيمه؟ ربنا سبحانه وتعالى قال لك ان مع العسر يسر، فلولا وجود العسر ليه ما كان لليسر معنى؟ ولولا وجود عكس المعنى ليه ما كان للمعنى معنى؟ فلولا وجود الفشل ليه ما كان للنجاح معنى؟ فبالنسبه لي الفشل لازم عشان اكون افضل في حياتي، وتمشي في الدنيا تبص وراك تقول تعرف يا انا تعبت وانا استحقها. فلو كنت شويه كذا مره يبقى الواحد لما ينجح مش هيلاقي طعم للنجاح. وياما تكون سمعت عن ناس نجحوا وصل لمراحل كبيره جدا في حياته ما تسمع انه تعيس او مكتئب او انتحر. الله، طب ليه؟ لانه ما دقش طعم التوازن في الحياه.